متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، كما كتشاهدوا معنا انتشار الزبال بمدينة بن سليمان، بينما الشركة المكلفة بالنظافة في خبر كان. فكيف ما كتشاهدوا معنا، شوفوا الحالة الكارثية ديال هذه المدينة. هذه هي المدينة الخضراء، مدينة بن سليمان، المدينة الملقبة بالمدينة الخضراء. شوفوا الحالة الكارثية ديالها كيفاش دايرة متابعينا الكرام. شوفوا الأزبال اللي مرمية في هذا المكان متابعينا الكرام. هذه هي المدينة الخضراء، مدينة بن سليمان. فالشركة المكلفة بالنظافة كتقاضى لها أموال طائلة من هذه المدينة الصغيرة اللي هي المدينة الخضراء بن سليمان، بينما شوفوا الحالة الكارثية ديال هذه المدينة كيفاش دايرة. شوفوا الأزبال اللي منتشرة، واحد الرائحة كريهة في هذا المكان. فصراحة فوجب تدخل المسؤولين، لأن هذا الشيء غادي يتزاد. شوفوا الحالة الكارثية متابعينا الكرام. فهذه هي الحالة الكارثية لمدينة بن سليمان. الكل كيعرف بلي بن سليمان مدينة خضراء، لكن في الواقع هي ماشي مدينة خضراء. شوفوا الخضورية اللي فيها كيفاش دايرة متابعينا الكرام. شوفوا الأزبال اللي منتشرة هنايا. نقولوا أن هذا الشيء كيلوحوا الخضارة، ولكن فين هي الشركة المكلفة بالنظافة اللي ملزوم عليها دير هذا الشيء، ملزوم عليها تجمع هذا الشيء. كنعرفوا حنا أن مدينة بن سليمان كاملة، المدينة بأكملها، المدينة ماشي الإقليم، فهي عندها واحد الشركة ديال النظافة خاصة. شوفوا الحالة الكارثية، شوفوا الأزبال كيف منتشرة في هذا المكان. هذا الشيء بجانب الناس، هذا الشيء بجانب الناس متابعينا الكرام. شوفوا الحالة الكارثية، بينما المسؤولين في خبر كان. واش هادشي بعدا في اخبارهم ولا لا؟ شوفوا متابعينا الكرام، شوفوا معنا الحالة الكارثية. شوفوا الناس، شوفوا معنا الأزبال اش دايرة. شوفوا هادشي وسط مدينة بن سليمان، وسط المدينة، وسط المدينة اللي هي مدينة بن سليمان. شوفوا انتشار الأزبال كيفاش دايرين، والمسؤولين في خبر كان متابعينا الكرام. فوجب تدخل المسؤولين. فصراحة فهذا الشيء كاين شركة خاصة بالنظافة بن سليمان، شركة خاصة ماشي المجلس البلدي مكلف بها، شركة خاصة بجمع النفايات متابعينا الكرام. بينما شوفوا الحالة الكارثية ديال المدينة، شوفوا الخدمة ديالها، شوفوا الحالة. فوجب تدخل المسؤولين. فمدينة بن سليمان ما بقاتش مدينة خضراء، ما بقاتش مدينة خضراء. شوفوا الحالة، شوفوا الحالة كيفاش ولا. شوفوا، شوفوا متابعينا الكرام، هادشي وسط المدينة قرب سينما المنزه، قرب سينما المنزه. فحالة كارثية متابعينا الكرام. انتشار الأزبال بينما المسؤولين ما كاينينش، كنظن أنهم ما شافوش هادشي. فدابا واجب عليهم أنهم يتدخلوا ويفكوا هاد المدينة من انتشار الأزبال. صراحة فالمدينة كلها غادا كتغرق في الأزبال، مبقاتش أننا ننظفوا الشارع. إذا كانوا كيتقاضوا أموال من أموال الدولة، فواجب عليهم أنهم ينقيوا هادشي. شوفوا الحالة متابعينا الكرام. شوفوا متابعينا الكرام، شوفوا الأزبال كيفاش منتشرة. مازال متابعينا الكرام بقاو معنا، شوفوا معنا، مازال ما كملناش. شوفوا الحالة، شوفوا الطريق كاملة كيفاش ولات، هذا الجانب بأكمله. شوفوا الحالة الكارثية ديالو. بينما ها الناس حاطين، الناس عادي هنايا،
هذا جوطية أو السينما. شوفوا الحالة الناس هذه والأزبال وراهم. فاحنا كننتظروا تدخل المسؤولين باش يجمعوا هذه الحالة الكارثية ديال مدينة بن سليمان. متابعينا الكرام، فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، فمدينة بن سليمان تغرق في الأزبال بينما الشركة المكلفة بالنظافة في خبر كان. يعني ملي مشينا استشرنا وسولنا المجلس الجماعي أن الشركة كتقاضى الأموال ديالها في الوقت المحدد بينما الأزبال منتشرة وهي ما كيناش. فبلا ما نقولوا أنها تابعة لعمران أو تابعة لشي حاجة، ولو في كل مشكل فالأزبال في المدينة كاملة. فدفتر التحملات دايرين المدينة، ما دايرينش جزئيات ولا أحياء. شوفوا الحالة متابعينا الكرام، فوجب تدخل المسؤولين صراحة. فالأزبال منتشرة في وسط المدينة متابعينا الكرام. فكيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، فهذه هي مدينة بن سليمان، المدينة الملقبة بالمدينة الخضراء. شوفوا الحالة الكارثية ديالها. كنتمنى أن الرسالة ديالنا توصل للمسؤولين ويعطيو واحد الاهتمام لهذه المدينة صراحة. فالأزبال منتشرة في عدة أماكن، فهاد الجهة وكاين الجهة أخرى عاوتاني. إذا المتابعين الكرام كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.